الاضطراب. طيب هو بيرجع أقوى لأنه المراحل اللي بيمر بيها في العلاج مراحل صعبة ومراحل شاقة. ده حقيقي. العلاج الحقيقة بيبقى مرحلة. احنا دايما بنقول ان الإدمان ده ما حصلش في يوم وليلة. هو مرض مزمن وبياخد وقت عشان يتكون، وزي ما قلت كده من شوية هو بيبقى أشبه بيه كأنه في سوفت وير، في فيروس اتحمل على مخ المريض. وده عشان يحصل بياخد وقت. بالتالي الفيروس ده او السوفت وير اللي فيه مشكله ده بيؤدي لحاجه اسمها اعتماديه نفسيه على الماده المخدره. ايه فكره الاعتماديه النفسيه دي؟ تغيير في كل السمات والصفات النفسيه او الوظائف النفسيه بتاعه البني ادم، في التفكير، في الشخصيه، في الاختيارات، في التحكم في الانفعالات، في السلوك. كل ده بيتغير بسبب المخدرات، وبيبقى كله بيخدم على تعاطي الماده المخدره. لما بيجي يتعالج بنمر بمراحل. اول مرحله بتبقى علاج اعراض الانسحاب. دي بتبقى مرحلة لعلاج الأعراض الجسدية بس، ودي ما بتاخدش وقت أكتر من بكتير يمكن 15 يوم. بعد كده بقى مرحلة التأهيل النفسي اللي قلت لحضرتك عليها، ودي بتبقى مراحل. على مدار فترة علاجه كلها احنا طول الوقت بنستخدم حاجة اسمها تحفيز، لأنه طبيعة البشر التغيير بيبقى صعب عليهم شوية. صحيح. وبالتالي مريض الإدمان بيبقى طول الوقت محتاج إن احنا نحفزه ونديله أمل إنك تقدر تتغير. ويمكن نموذج زي علي والمتعافين كتير جدا بيبقى لهم دور معانا في الفرق العلاجية في كده، إنه بيقدم له نموذج إن أنا في وقت من الأوقات كنت زيك، كنت عندي نفس السمات، كان عندي نفس المشاكل، كنت فقد الأمل، يمكن حاسس إن أنا عمري ما طبعا ده يشجع أي حد مدمن إن هو يقلع عن هذه العادة. بالظبط كده. فبينقل له نموذج حي بيشوفه قدام عينيه بيتعافى ومتعافي فعلا، فده بيسهل عليه إنه يكتسب منه خبرة التعافي. زائد انه بيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك مرحله التاهيل النفسي دي مع التحفيز، عندنا جزئيه بنسميها تثقيف نفسي، يعني بنبتدي نوعي المريض ايه مشكلتك، ايه الاسباب اللي خليتك تاخد مخدرات، تقدر تتغلب عليها ازاي، يعني ايه علاج، يعني ايه تعافي. وعلى مدار فتره التثقيف النفسي دي بتبقى يعني بتتغير الموضوعات على حسب المرحله العلاجيه للمريض موجود فيها.